السلام عليكم، مرحبا بكم مع حكيمة العاصمة. ان شاء الله ديما تكونوا بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا انا اليوم رانا رايحين يعني نحضر معكم معجون تاع الفراوله. يعني هذا المعجون ديما في وقت لي فخاز نحبوا ديما نحضروه. ويعني هذا المعجون نقول لكم تقدروا بعد ما نحضروه ان شاء الله يعني ضاين تقدروا تحتفظوا به في الثلاجه، يعني نديرو في كونجيلاتور. عييت انا نديرو يعني نتجبدو في الشتاء ولحيانا ربي في الخير. ونقول لكم يعني برك الطريقه اللي كيفاش يعني تستعملوها. من اليوم انا راني رايحه يعني نوري لكم بعد ما نخدم المعجون تاعي. شوفوا انا يعني شريت هاد الفراوله يعني المربى كيفاش تلقت، يعني نظفناها نحينا هذاك الحشيش. وشوفوا هي مازال ما درت لها والو وتلقت. وانا هنا راني حندير السكر كريستاليزي، راني حنستعمل يعني 750 تاع السكر. وعلاش نديرو 750؟ يعني باش يعني ما يجيناش ني ما تجينا ني حلوه بزاف، ما تجينا يعني كيما نقولوا المعجون تاعنا ما يجينا صامط. بسم الله وندخلو مليح هذاك يعني الفراوله هذيك المربى، ندخلوها مليح في هذاك السكر غير بشويه. وانا هذا اليوم يعني رانا في الليل مانيش رايحه نطيبو، نخبيتو يعني نهار كامل نغطيه بلو فيل اليمونتير ونخليه يعني حسبو نهار كامل ما نقولو يبات ليله كامله يعني. وغد من داك ان شاء الله نبدا يعني طريقتي كيفاش يعني نطيب هذا المعجون. صباح الخير عليكم، جمعة مباركة، إن شاء الله بالخير والبركة عليكم على ناسكم على أحبابكم. كما راكم تشوفوا أنا هنا المعجون تاعي اللي راني حال اليوم نحضره معاكم بات ليلة يعني، ودرته في الثلاجة وغطيته بلا يعني في فيتخ أليمونتيغ يعني. وشوفوا يعني كيفاش تلقت هذيك الفريزة مع داك السكر المالي تلق. أنا هنا واش راني حندير قبل الجلولة؟ راني حاله جبت يعني كاسه صغيره ونصفيه مليح. بسم الله يعني انا نحب نصفي ونحبطو يعني كاع داك السكر يبقى. انا لي فريز تاعي يعني نقول لكم ما نطيبهمش يعني مع السيردو، نطيب السيردو وحدو. علاش نطيب السيردو وحدو؟ على خاطرش لي فريز هادو ماشي شادين روحهم مليح. كون يعني نطيبهم شي كاين حبيبات لي يكونوا محرحرين هكذا، وانا راني حابه لي فريز تاعي يعني يكونوا واقفين. نقطرو مليح هذاك السيردو، نقطرو مليح. بعد ما نقطرو يعني راني يعني حندير له ماء ورد. يعني شوفوا هاد الماء الورد ديما في المعجن تاعي نحب ندير بغير فاتع ماكله. وبعد ما ان شاء الله يقطر كاع يزيد يحبط يقطر مليح، يعني نشعلو النار هاديه ونحط السيرو تاعي فوق النار ونعاودو نولو ان شاء الله. انا السيرو تاعي راهو يغلي، يعني ديما نحو هذيك الرغوه في المعجن كامل. يعني هاد الرغوه ديما لازم نحوها وخلوه باش يعني شويه باش ندير لي فخاز تاعي. حنا السيرو راهو يغلي وخرج هذيك الرغوه، وديما هذيك الرغوه نحوها ما خلوهاش. وكي نشوفو بدا يعقد شويه باش ندير لي فخاز. السيرو بدا يتقال، انا هنا دوكا كي شفتو يعني بدا يتقال. هذيك درتو هذيك 10 دقائق شويه يعني نحبط غير بشويه لي فخاز تاعي. يعني ونخلوهم غير بشويه نحركو يعني لي فخاز ما يشدوش وقت طويل يعني في المعجن كامل. بصح يعني لي فخاز تم يعني ما نعطوهمش وقت كبير في الطياب. شوفوا يعني المعجون كيفاش تاع يطلق ديما هذيك الرغوه. حنا راني درت طبيسي صغير وانني نحي في هذيك الرغوه لازم نحيها. وانا 5 دقائق يعني لي فخاز تاعي راهم يغلو يعني غير على نار هاديه، نزيد لهم مده هذيك 5 دقائق ويعني ويكونوا واجدين ونطفي لهم. يعني لي فخاز قلت لكم ما يشدوش وقت كبير في الطياب.
ونحيهم ان شاء الله ونوريكم يعني بعد ما يبردوا نوريكم لي فراز تاعي حاضرين معاكم ان شاء الله. هاو المعجون اللي وجدتو معاكم تاع الفراوله يعني المربى تاع الفراوله يعني راهو في الموسم تاعو يعني جاني الله الله. ونقول لكم يعني المعجون بعد ما نحضروه يعني غد من داك نديروه في الثلاجه يعني يشد روحو. دوك نوريكم يعني جاني ما شاء الله. ونقول لكم ان شاء الله يعني رانا في وقته تقدروا تحضروه للعائله تاعكم وان شاء الله طريقتي عجبتكم. وما بقى لي خواتاتي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم وفي امان الله.